ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب. سعادة النائب، المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات حمل رسالة واضحة للعالم تؤكد انخراط البرلمانات التام في إجراء مواجهة جائحة كورونا. يعني النتائج والتوصيات التي خرج بها المؤتمر في هذا الشأن كيف تصفها لنا؟ طبعا المؤتمر هو على درجة كبيرة من الأهمية، وأنا نشكر لكم الإضافة. طبعا والمؤتمر بالفعل كما ذكرت هو على درجة كبيرة من الأهمية، لأنه عقد في ظرف مهم جدا عالميا وإقليميا ودوليا، وفي نفس الوقت يعني بحضور عدد كبير جدا من رؤساء البرلمانات وأعضاء البرلمانات الذين يبلغ عددهم أكثر من 64 ألف برلماني في العالم. وطبعا اليوم كان في كلمة لمعالي رئيس مجلس الشورى كما أسلف تقريركم، وبالأمس أيضا كان في كلمة باسم البحرين لمعالي رئيس مجلس النواب يعني فوزية زينل. وأعتقد أن هذه الكلمات عبرت بشكل واضح عن موقف البحرين من قضايا عديدة، من بينها قضايا الإرهاب والعنف والتعاون الدولي، وكل هذه الأمور أعتقد شكلت محور أساسي في نتائج اليوم الثاني أيضا وهو اليوم الأخير للمؤتمر. المؤتمر طبعا مثل ما تعرفون كان يسعى لتشكيل بعد برلماني للحوكمة العالمية، وأيضا هذا البعد يجب أن يساعد في سد الفجوة الديمقراطية في العلاقات الدولية. كما استضاف هذا المؤتمر كما تعلمون يعني حضور خبراء وضيوف متميزين على مستوى العالم، وأيضا في مقدمتهم رئيس المنظمة العالمية الدولية United Nations. طيب سعادة النائب، يعني لو تحدثنا عن أهم النتائج والتوصيات التي خرج بها المؤتمر. طبعا النتائج كانت هي التأكيد، من بين هذه النتائج هي التأكيد على ضرورة النظر في يعني التحديات المستجدة والأبعاد العالمية غير المسبوقة طبعا بسبب انتشار جائحة كورونا COVID-19، والتي تعتبر طبعا في حد ذاتها يعني قضية تستحق أن يناقشها العالم بهذا البعد وهذه التفاصيل. كما جرى أيضا الحديث بشكل مفصل حول النتائج متعددة حول التعاون في مسائل المناخ، وأيضا نتائج التعاون الدولي وما وصلت إليه الأمور على المستوى البرلماني على الأقل في مسائل القضاء على الفقر والإرهاب، وأيضا التعاون الدولي في مجالات متعددة كالتعليم ووصول التعليم إلى كافة شعوب العالم الفقيرة منها والغنية، وأيضا على مبدأ تأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص ورفض العنف ضد النساء، وأيضا محاربة الفقر وأيضا حماية الأطفال من في أوقات الحروب. كل هذه القضايا نوقشت بشكل تفصيلي وخرجت فيها توصيات على درجة كبيرة من الأهمية تشكل قاعدة للتعاون القادم بين مختلف برلمانات العالم خلال الفترة القادمة. واعتقد ان البحرين اسهمت باسهام كبير خلال مشاركتها على مدى اليومين امس واليوم بهذا الحضور المتميز من قبل اعضاء من مجلسي النواب والشورى. طرحوا يعني ارائهم على شكل كلمات واضحه ومركزه تداخلت فيها البعد المحلي بالاقليمي بالدولي، وكنا ايضا فاعلين في هذا المؤتمر بحيث ان هذه القضايا عكسناها بطريقه او باخرى على واقع البحرين وكيف نجحت البحرين في العديد من هذه القضايا، خاصه فيما يتعلق بالمسائل تتعلق بمكافحه الارهاب وايضا بالتعاون الدولي وتكافؤ الفرص ومشاركه النساء. هذه الامور ايضا اعتقد تلخص ما دار في المجتمع. نعم السيد عبد النبي سلمان النائب الاول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.